بجانب ذلك أن هذا الكون لا يبقى على حاله من حيث أنه يتمدد، هو في تمدد باستمرار، وهذه أصبحت من الحقائق العلمية أن هذا الكون يتمدد، وهذا التمدد هو بمقدار معين، فلو كان أسرع لذهب الكون وما فيه، ولو كان أبطأ أيضا لذهب الكون وما فيه. وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن هذه حقائق تدل دلالة واضحة على أن هناك مكون لهذا الكون، هناك أن هناك خالقا لهذا الكون خلقه، ثم أيضا بعدما خلقه لم يتخلى عنه، وإنما أيضا يسيره ويصرفه ويدبره كما شاء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والآيات كثيرة التي تتجلى كما قلنا سواء في الأنفس أو الآفاق، وكل يوم يأتي بجديد، وقد أشارت الآيات إلى ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.